صابون؟ ايوه صابون، وتقدروا تشتروا منه زي ما انتوا عايزين. شويه كولونيا، شويه كولونيا. كولونيا ايه؟ شممها صابونه. ايه مالك؟ ايه اللي جرالك بس؟ يا اخي في صابون كتير، ما تخافوش. فوق يا ست بقى. ايه يا اختي اللي معاكي ده؟ صابون؟ صابون فلوني؟ صابون، صابون مين؟ من المحل اللي هناك. المحل ده فيه صابون. صابون؟ صابون التيك اند، صابونة مصنعة من زيوت طبيعية طاردة للحشرات، تم التصنيع بأيدي مصرية، بتقضي على جميع أنواع الحشرات الخارجية، من حشرات القراد للجرب للأمل للبراغيث، في جميع أنواع الحيوانات من قطط وكلاب وماعز وأغنام وأبقار وجاموس وخيول وجمال. بتتميز بالفعالية والتوفير وسهولة الاستخدام والأمان، تحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. لو عايز تتخلص من مشكلة الحشرات وتنظف أليفك وتوفر في نفس الوقت، يبقى الحق معانا اول صابونة بتعالج ضد الحشرات، بتكفي عدد كويس من الحيوانات وتستخدمها اكتر من مرة، بتغنيك عن نقط الحشرات وعن قطرات الاذن وعن الاسبريهات وشامبوهات الحشرات واي منتج مضاف عليه طارد للحشرات، بتغنيك عن كل ده. للتواصل معانا هتظهر ارقامنا وعناويننا على الشاشة.